انزل الإنزال ديال تكالب تماما كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان اللي كيشوف هذه الأحداث حاجة واحدة يقدر يقولها، يقول صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كي يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، مليار ونص، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل ذاك الحشلاف وذاك الربيع اللي كيتم جايب الواد جيبو في الحملة الأولى ديال الشتا الأولى، كيتم هز الربيع الشجر اللي كوج ديال الدراري اللي لاحوهم الناس دوك اللي كانوا فوريكا ذاك النهار إلى آخره، جايب الكرطاز معاه كل شيء. قال لك ولكن كيبان لك فوق الواد كتحس بحال راه شي حاجة واقفة على الصح، تحط في رجلك تفوندي. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم. ديك المهابة اللي كانت في الصدور ديال العدو كيشوفكم كيتخلع، اش قال عليه الصلاة والسلام؟ نصرته بالرعب. أنه النبي عليه الصلاة والسلام يتيسقوا لي الكفار خارج، بقي لي شهر باش يوصل عندهم ومركباتهم الخلع، كما وقع في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 1100 كيلومتر هو والصحابة في اتجاه الشمال، من اللي وصلوا لتبوك اللي مع الروم باش يتقاتلوا معهم ما لقاو حتى واحد، وجلسوا تما شهر. قالوا زعما نكونوا جاونا بكري ولا شي حاجة، شهر وما كيتسناو ما قدروش يجيو. قالوا نصرتوا بالرعب. هذا الرعب هذا مشى، قال لك ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، ومن وراها وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. هما الصحابة كيعرفوا الوهن هو الضعف، لكن هنا عنده معنى اصطلاحي إن صح التعبير. قالوا ليه ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. كل واحد فينا يصور راسه، حب الدنيا وكراهية الموت. السؤال اللي طرحه على راسك إلى هنا في هذه الخرجة، الله يطول عمرنا وعمركم في طاعة وعافية وحسن خلق، تخافوش إن شاء الله أمور تمشي بخير وعلى خير. لكن في الخرجة مع تلاقاو مع لاجون سيكوريتي يقول لك باس سانيتير، تلاقى مع ملك الموت يقول لك طلع. لا راه ما عيطش لك الحاج، ما كاين هنا لا حاج ولا حزام، يقول لك طلع غطلع. واش مستعدين؟ لا قال لك في الخرجة قال لك طلع، واش مستعد تمشي؟ انا ما كاين، انا كندوي على راسي، انتم اللهم بارك الله يتقبل اموركم بخير، انا كندوي على راسي ما عندي ما مستعد. وهذا يصدق فيه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حب الدنيا مازال كازين وباغي ناكلوا نخرجوا نشربوا. وتفكرت واحد مول الطاجين في الطواجن باقي باغي يمشي عنده داك ديال الوريكا الى اخره، وشي زيت كنتسناه وشي روينه روينه، باقي حب الدنيا باقي لاصق، وكراهيه الموت بغيناش نموت. يرحمك الله. اذا هذه المساله هذه قال لهم حب الدنيا وكراهيه الموت، هذه المساله تسلطت على الناس فقبلوها، فتداعى عليها الاكله. فحال الاكله هما دوك الناس اللي فيهم الجوع، كياكلوا فيهم الجوع وكياكلوا بزاف، وحطيت لهم واحد القصريه ديال الماكله، كيفاش غادي يتلاحوا عليها ملي غادي تحط؟ هكذاك عطى النبي عليه الصلاه والسلام تصوير ديال الحاله التي سيصير عليها المسلمون. قناه الانس الفضائيه، ويحلو الانس مع قناه الانس.